حياكم الله سادتي الأكارم من جديد. ملف الاستثمار النفايات وكيفية السيطرة عليها في العاصمة بغداد وبقية المحافظات من الملفات المهمة التي تحاول سواء الحكومة بشكل عام وأمانة بغداد بشكل خاص وباقي المحافظات العراقية. هذا الملف الذي لطالما أرق المواطنين بشكل كبير جدا بسبب التلوث الذي سجلته الكثير من المراكز سواء الحكومية أو حتى الخاصة من أمراض تسببتها تجمع النفايات في عدد من مناطق العاصمة بغداد وبقية المحافظات، إضافة إلى عدم الاستثمار الأمثل للنفايات خاصة أن العراق يطرح بأرقام يعني مقاربة إلى نحو 20 مليون طن يوميا على مستوى العراق. هذه الأرقام لو كانت في دول أخرى لربما كانت هناك ثورة كبيرة لاستثمار أمثل للنفايات، منها توليد طاقة كهربائية، منها استغلال واستثمار المواد التي تحتوي تلك النفايات من أسمدة وغيرها من بقية المواد. هذا الملف وملفات أخرى أناقشها اليوم في حلقتي مع ضيفي العزيزين هنا في الاستوديو، الأستاذ كريم عذاب معاون مدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة في أمانة بغداد. حياكم الله مهندس كريم، حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ. وأيضا الصديق العزيز دكتور حيدر محمد الخبير في الطاقة والبيئة، حياكم الله دكتور حيدر. أهلا وسهلا. ابدا معك استاذ كريم، وانتم في اماره بغداد ربما هذه الدائره هي مختصه بمعالجه او ايجاد الحلول للمخلفات البيئيه. خلينا بالبدايه نسال كيف هي اليوم كيفيه اداره ملف النفايات في العاصمه؟ ناخذ العاصمه بغداد كمثال بقيه المحافظات باعتبار الامانه اليوم جزء لا يتجزا من باقي الادارات التنفيذيه. كيف انتم تديرون النفايات في العاصمه بغداد؟ تفضل. شكرا جزيلا استاذ أيسر. حقيقة ملف النفايات أصبح من الملفات المهمة والضاغطة على القطاعات اللي تختص بإدارة هذا الملف. عندما نتحدث عن مدينة بغداد نتحدث عن كمية نفايات تطرح يوميا بمعدل 9000 إلى 10000 طن حسب التباين الموسمي. حقيقة هذا الرقم أصبح يشكل ضغطا على أمانة بغداد من الناحية الإدارية، من الناحية المالية، ومن الناحية البيئية والصحية. ملف النفايات أو إدارته تتمثل بثلاث محاور أساسية، ومحور الجمع ومحور النقل ومحور الطمر أو المعالجة. اليوم محور الجمع يتم من خلال الدوائر البلدية. أمانة بغداد لديها 14 دائرة بلدية عامة بالإضافة إلى أربعة أقسام معنية من ضمن مهامها القيام بأعمال النظافة في الرقعة الجغرافية الحقيقة لمدينة بغداد. مدينة بغداد تشكل رقعة جغرافية كبيرة بحدود 875 كيلو متر مربع. هذا يستنزف الكثير من الجهود البشرية والجهد المالي. كمية الإدارة في هذا الجانب حتى نستطيع أن نواكب التطور البيئي أو التطور الحضاري في هذا الجانب، أمانة بغداد حقيقة شرعت ومنذ عدة سنوات بالتوجه نحو الإدارة البيئية المتكاملة المتمثلة بتنفيذ عدد من المشاريع البيئية مثل مشاريع التمر النموذجي. لدينا خلية تمر نموذجية في منطقة البعيثة بالإضافة إلى معامل فرز وتدوير النفايات اللي لم تكتمل بعد، وحققنا أيضا مشروع بيئي وهي محطات الوسطية السب ستيشن لجمع النفايات، وهي حقيقة ذات تكنولوجيا أوروبية. ولكن لا قبل لا أفوت بالآلية اللي على أساس أنتو يعني الآثار البيئية والصحية على أثر تجميع النفايات. أنا بالبداية أريد أعرف كيفية إدارة النفايات من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التجميع، مرحلة الجمع. الآن اليوم الجمع هسه احنا أبناء بغداد نشوف بس سيارات أو ما تعرف بالكابسة تفتر بالمناطق جايت لي وهاي مرحلة أولى، ومرحلة الثانية تم تجميعها بمنطقة وسطية والمرحلة الثالثة هي الانتقال لمرحلة التمر، صح؟ التمر أو المعالجة. أنا بالمرحلة الأولى بالله هذا يعني متعارف عليه بكل عام. أنا أعرف المرحلة الوسطية اللي هي دائما المشكلة اللي دائما حقيقة هاي المشكلة اللي هي الوسطية اللي دائما تسبب لنا أرق سواء عند المواطن أو حتى أمراض بسبب يعني الحالات اللي نشوفها من ناحية الحرق ودخول ما يعرف بالنباشة. نعم، حقيقة المراحل الوسطية اللي هي تم اللجوء لها كون مواقع التمر اللي خاصة بالتمر النهائي مناطق بعيدة خارج حدود
أمانة بغداد كون المحددات البيئية الحالية لوزارة البيئة لا تجيز إنشاء مواقع قمر صحي ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد. فمدينة بغداد حقيقة لا تملك أراضي خارج حدودها البلدية، فنضطر إلى البحث عن مناطق بعيدة، وخاصة حاليا نحن نستخدم موقعين للطمر، هما موقع النباعي وموقع موقع النهروان. هذه المواقع تبعد بحدود 70 كيلو متر عن مركز المدينة، فالكابسات أن تذهب مباشرة إلى مواقع التمر تعتبر عملية غير مجدية من ناحية الوقت ومن ناحية إرادك اسطول كامل يبقى طبعا. نعم، فلهذا لجأنا إلى المراحل الوسطية، وهي أيضا معمول بها في العديد من دول العالم. احنا هذه مساحات الجمع، ساحات الجمع احنا لدينا مثل ما قلت لك قبل قليل مواقع نظاميه اللي هي المكابس، لكن الطاقه التصميميه لهذه المكابس عندنا حوالي تعمل حاليا 9 مكابس بطاقه 500 طن يوميا لكل محطه. هذه 9 مكابس على مستوى نعم عاصمه بغداد، هذه حقيقه طاقتها اذا تحسبها 4500 طن يوميا، في حين ان الكميه المتولده بحدود 9000 طن ضعف. فنضطر الى فتح ساحات مؤقتة. ساحات هاي راح تكون مكشوفة، هاي الساحات حقيقة مكشوفة وهي مؤقتة لحين. أيضا الشسمة لدينا مشروع إنجاز خمس محطات تحويلية جديدة، بالإضافة إلى المشاريعنا الخاصة بالمعالجة اللي راح نتحدث عنها بعد قليل. خليني نعم دكتور. دكتور أنتم على طلع واسع بهذا الملف، أنا هسه ما راح أتكلم بالأمور الفنية اللي راح يتكلم بها مهندس كريم على الآلية التي تتبعها الحكومات، لكن على طول الحكومات السابقة وبدون ذكر أسماءها، على طول الحكومة السابقة كان هناك إهمال كبير لملف النفايات بالاستثمار، بدا أقصد التعمد وإنما عدم استثمار الأمثل لهذه الكمية. أريد أعرف لماذا هذا الإهمال من الحكومات، وأريد أسأل ما هي الآثار البيئية والصحية التي سبب هذا الإهمال، بعدين نروح للأمور الفنية الأخرى. شكرا جزيلا على الاستضافة، وأهلا وسهلا بالأستاذ كريم، الشرف أن تكون في هذه القناة المباركة. ملف النفايات ملف شائك، ولكن المشكلة إحنا عندنا بالعراق هو عدم فهم الملف بصورة صحيحة، إدارته بصورة صحيحة. في دول العالم إحنا لا نزال، يعني اسمح لي أتكلم، إحنا لا نزال نتعالج عامل النفايات بتقنية قرن من الزمان. هذه التقنيات اللي نمشي عليها الآن تقنيات 1890 و 1800 أو 1900 أكثر من 100 سنة، لا يزال صاحب القرار العراقي في إدارة ملف النفايات يعتمد على أساليب قديمة، أساليب القديمة التي تطورت وليس لها الآن، مو ليس لها وجود، قل استخدامها إطلاقا فقط في الدول التي لا تمتلك الخبرات في إدارة النفايات أو الناية الاستوائية. نعم نعم، وحتى في بعض الدول الأفريقية، أنا ما أسمي الدول اللي إحنا شفناها، يمتلكون منظومة إدارة نفايات أنت إحنا نسميها Integrated Solid Waste Management، الإدارة المتكاملة للنفايات أحسن من عندنا لسبب جدا بسيط. هناك سببين أساسيين، صاحب القرار المعني بهذا الموضوع ليس له دراية متكاملة على هذا الملف، ولا يعلم أنه هذا الملف هو ملف ربحي ثروة وليس ملف استنزاف للمورد للميزان العراقية. إحنا الآن بالعراق سواء على مستوى أمانة بغداد، أستاذ كريم موجود، أو على مستوى بلديات المحافظات، ملف النفايات ملف استنزاف لموارد المحافظة أو موارد الأمانة دون استفاد منه. صحيح أستاذ كريم؟ بالضبط، دون استفاد منه. في دول العالم هذا الملف بالعكس يدخل دولارات إلى الأمانة، أو يدخل دينار إلى الأمانة، ويدخل دينار إلى العاصمة الإدارية المعنية. نعم، الجهة المعنية بإدارة الملف. هذا جانب. الجانب الآخر، عملية تقديم الخدمة في خدمة إدارة النفايات في كل دول العالم، أو على الأقل الدول اللي زرناها أو التي تناولنا بها ملفات النفايات، هي تعطى إلى قطاع خاص. يعني هذا الموضوع ما تشيل هم الدولة، قطاع الدولة تكون جهة رقابية، أمانة بغداد تكون جهة رقابية مع وزارة البيئة حسب القانون على أداء الجهات أو الشركات اللي تعنى بإدارة النفايات. فسؤال حضرتك بالجانب الاول، ليش احنا متاخرين او عدم وجود يعني اعطاء اهميه لعدم وجود فهم حقيقي لهذا الملف، عدم تحويل هذا الملف عبر هذه ال 40 او 50 سنه في العراق الى يعني من غير المعقول كل الحكومات السابقه لم تسمع اراء المختصين مثل حضرتك، وانا على يقين حتى في اماره بغداد حتى ما نفخس حقهم،
أنا متأكد هناك دراسات ورفعت من عمارة بغداد. نعم صحيح. وبها المعالجات وبها الحلول على طول حكومة سابقة، أنا متأكد. بس أعرف هذا. لا من 2004 يدري أستاذ كريم. من 2004. أكو أنا كان لي الشرف ساهمت في إعداد الماستر بلان يدري أستاذ كريم. في الماستر بلان لمدينة بغداد لل 2025 من 2004. وضعنا خطط الى 2025 على الشورت تيرم، على المدى القصير شو نسوي، على المدى المتوسط، على المدى البعيد. شابتر كامل ملف تقريبا 900 صفحه يدري شايفه استاذ كريم باللغه العربيه واللغه الانجليزيه اللي هو على اساس حتى اخذ بنظر الاعتبار الزياده السكانيه، مطلقات النفايات للفرد الواحد تغيرت، ما ننتج من النفايات. نعم ولكن من يقرا ومن يطبق الذي قرأه؟ ايش قد سبب هذا اضرار بيئيه؟ بيئيه وصحيه، والله الصحيه منتهيه من هذا، هو امر مصدق، بس كبيئيه شنو ليس لها حدود. ما اقدر اجابك لانه الاضرار البيئه والصحيه، تشوف احنا ليش نتساءل ليش ارتفعت السرطانات في العراق؟ السرطانات ما نزلت علينا من السماء، احنا عندنا سوء اداره في ملف اذا اسأت الاداره به ينعكس سلبا على صحه المواطن، ينعكس سلبا على بيئه المواطن. أعطيك في المثال، أكو معادلة إحنا نستخدمها دائما أو أنا أستخدمها، تقول الاستثمار في البيئة يساوي الاستثمار في الصحة. كل ما تستثمر بأن تخلق بيئة سليمة، تضع دنانير في استثمار بيئة سليمة، أنت حسنت من صحة المواطن، سواء طفل، امرأة، شاب، شيخ، أستاذ، مهندس، وهكذا. إحنا هذا الموضوع ما أعطيناه أهمية بسبب الأسباب اللي ذكرتها، فبالتالي ما صار استثمار في قطاع النفايات بصوره صحيحه بحيث يحسن البيئه حتى تؤدي بالنتيجه الى انه تكون صحه المواطن تتحسن، نقلل الاثار السرطانيه. التعامل مع النفايات بصوره غير صحيحه يولد حالات مرضيه مستعصيه ويولد بيئه غير سليمه بكل مفاهيم البيئه، تلوث مياه، تلوث تربه، تلوث مياه جوفيه، تلوث كل عناصر التربه اقدر اعدد لك اياها قد ما يسع البرنامج اعدد لك اياها كلها سوف تتاثر. انا داخل يمكن عندك اضافه لو انا انتقل حقيقه مثل ما تفضل دكتور حيدر، انه الاستثمار في مجال النفايات ايضا يعطينا فائده اكثر في مجال الصحه بحيث يقلل العبء على المؤسسات الصحيه. اذا علمنا ان معظم الامراض او النفايات هي تكون احد المصادر المسببه للامراض، كان تكون حواضن للحيوانات اللي ناقله للامراض، بالاضافه الى انبعاث الغازات السامه من النفايات. النفايات حقيقه تنبعث منها غاز الميثان، غاز كبريتيت الهيدروجين، الكربون، وكلها يعني اثار مسببه للامراض التنفسيه. كان انا اتذكر سابقا اكو شركات ما تحضرني الجنسية بس أتوقع إسبانيا أو شيء، كانت تقدمت على إنشاء معمل كبير لتدوير النفايات في منطقة البعيد. هاي وين صارت هاي المشاريع الاستثمارية حقيقة؟ وهل في يعني أكو إحنا مثل ما تفضل أستاذ حيدر، عندنا مجموعة من الدراسات حددنا الإفراز اليومي للشخص الواحد ونسب مكونات النفايات، وأيضا يعني إحنا في هذا الملف الحقيقة استقبلنا العديد من العروض من قبل شركات عالمية مختصة. ولكن ليش ما قبلت؟ ها؟ ليش ما حد قبلها؟ مو ما حد قبلها حقيقة، طبعا هذا الموضوع يمر بعدة من الإجراءات الروتينية، بالإضافة إلى أنه هناك متطلبات أساسية واللي من ضمنها تأمين الأراضي. حقيقة إحنا لازلنا بالعراق نعمل على وفق قانون البيئة، حماية تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009. شنو هذا القانون؟ هذا القانون حقيقة صدرت بتعليمات رقم 3 لسنة 2011. هو هذا القانون معني بالمحددات البيئية لإنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها. من ضمن فقراته الفقرة المتعلقة بإنشاء معامل الفرز أو إنشاء المطامر الصحية يجب أن تكون خارج حدود أمانة بغداد. إحنا نعمل منذ أكثر من 7 سنوات على الحصول على قطع، يعني 7 سنوات أمانة بغداد جاءت تحصل على الأرض ومطها أرض لحد الآن. والآن الاهتمام اللي بسبب اهتمام دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد السوداني اللي أوعز بحسم هذا الملف، وحصلنا يعني قبل أكثر من شهر على قرار من مجلس الوزراء، القرار 23490 لسنة 2023 اللي بضوءه منح أو خصص لأمانة بغداد قطعتي أرض، واحدة في جانب الرصافة في منطقة النهروان والأخرى في منطقة بغرب. نعمل حاليا مع الجهات القطاعية لأجل إكمال إجراءات التخصيص والحصول على سندات
التمليك. حصلتوا السندات ولا راح تحصل؟ هو هذا يعتبر الجانب الأساسي في إعلان المشاريع للاستثمار. اليوم مشروع أو مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية أخذ اهتمام كبير ووصل إلى مراحل متقدمة ويناقش حاليا من قبل لجنة مختصة برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الكهرباء ووزارة البيئة بالإضافة إلى أمانة بغداد. الحقيقة هذا الموضوع احنا يعني نقدر نقول اليوم هنالك بعد الحصول على القطع الأراضي لأمانة بغداد، هل هناك يعني اكو نية حقيقية لوجود شركة استثمار تستثمر؟ نعم اكو نية تدوير او تدوير معالجة النفايات، تدوير النفايات او معالجتها. حاليا احنا تقدمت لنا اكثر من عرض في معالجة النفايات، منها انتاج الطاقة الكهربائية ومنها انتاج الوقود الصلب او تدوير النفايات الى مواد ممكن ان تخدم مهام امانه بغداد بهذا زين بهذا الجانب. استاذ حيدر خلي افوت شويه بماده علميه يمكن هو مشاهد حتى يحتاجها، يعني احنا دائما نحكي نقول النفايات ثروه، النفايات هدر بيئه صح، يعرفوا هي ايش بيها النفايات، يقول لك هاي يعني النفايات نجمعها ونذبها. انا اعرف شنو اللي ممكن نستثمره داخل النفايات اضافه للكهرباء اللي دائما تبي الكهرباء، بس ممكن نستخدم او نستثمر بمواد اخرى كاسبيد، اريد اعرف او مشاهد يعرف شنو اللي ممكن اني استثمره من النفايات. نعم يعني السؤال حقيقه اشكرك عليه، بس اذا تسمح لي نصف دقيقه اعرج على ما تفضل به استاذ كريم. استاذ كريم اشار الى مشكله جدا مهمه هي مساله استملاكات الاراضي. لانه ايضا ارجع الى ما بدات عليه، لانه لا نزال نفكر بعقليه 1900. انا في بلجيكا محطه تحويليه في نصف بروكسل فوقها مطعم. صحيح. مطعم تروح تقعد صحيح. تاكل كذا. جواها ما محطة تحويلية. هاي اللي احنا اعاني منها. بمعنى انه هناك من التقنيات الصارمة اللي اجازت لبلدية بروكسل انه تعطي اجازة للمطعم انه يفتح فوق معمل فوق الترانسفير ستيشن المحطة التحويلية. ونحن لا الى حد احنا 2024 نفكر نطلع خارج بغداد لو تصير داخل بغداد. يا أستاذي الفاضل التقنيات العالم يوميا عنده تقنيات جديدة، خلينا نفكر خارج الصندوق، نخرج خارج الصندوق، لا نفكر بفكر 100 سنة اللي ورا. زين أنا كنت اسمح لي بس أضيف نقطة أخيرة. أنا كنت في هيروشيما، في جامعة هيروشيما أدرس، في جامعة هيروشيما مدينة هيروشيما تجهز بالكهرباء بوحدة من معامل تحويل النفايات للطاقة. أنا زرت المعمل وقفت صعدت إلى الشمني الى المدخنه الستاك وخلي انفي على المدخنه اشتم بخار مي، ماكو نفايات. معناه اكو ريستريكشنز واكو اكويبمنتس على درجه عاليه من الهاي تك تمنع خروج ملوثات من معمل توليد نفايات. واحنا الان نفكر نطلع للنهروان خارج بغداد لو ندخل بغداد وسبع سنوات نطي استملاك ما نطي. انا فقط اريد هذا الجانب. العالم في هذا المنظور وخصوصا عمليه توليد طاقه من النفايات تعتمد من الـ من الـ من الطاقات المتجدده. العالم بعد يريد يعوف النفط، يترك النفط يروح الى بدائل طاقيه جديده، طاقه نظيفه واحده من ذنه هي. هذا مقدمه حتى ارجع الى كلامك يا استاذ يسار ويمكن استاذ كريم. انا اعطيني مكونات النفايات العراقيه تستوصى في بغداد في ذيقار في النجف في اي مكان كان كلها تحول الى دولار او الى دينار. قل لي شلون كل النفايات ممكن استثمارها؟ استاذ الفاضل في هيروشيما من تروح الى اليابان تدخل بالمطار يكتب لك اهلا وسهلا في مدينه الزيرو ويست. اليابان مساحه صغيره على السكان 125 مليون نسمه، ماكو ما تقدر تسوي مواقع طبر 150 يعني اربع اضعاف او ثلاث اضعاف على السكان العراق. زين محصورين في شريط الخبيل مساحته اقل مساحه العراق، ولكنه راحوا الى تقنيات يعني هي مسالتين تدوير وانتاج الطاقه. ارجع الى سؤال حضرتك، نبدي من المواد العضويه. احنا من المجتمعات اللي تستهلك مواد عضويه كثيره، صح ولا لا استاذ كريم؟ احنا نفرق عن اوروبا، يعني معدل انتاج لانه احنا استهلاكنا الغذائي كثير. نسبه انتاج النفايات العضويه عندنا ترى ما بين يعني 56 او 49 الى 56. هذه لها طريقين، طريق تحوله الى كومبوست تحوله. بالمناسبه كل اللي راح احكيه انا منفذه، انا مطبقه واقع حال، وفي اليوم يمكن تصير زياره اقدر اراوي لك هذه المشاريع العمليه فقط يراد لها سكيل اب.
فقط يعني نسوي يعني سكيلا. اولا نقدر نطلع الكومبوست وهي الاسمده. وبالمناسبه اجواء العراق مثلا انتاج الكومبوست بالهند يطول حوالي 70 يوم، في العراق 40 يوم. انتاجه في مصر، انا رحت الى يعني محطه اداره النفايات في الاسكندريه، كان عندي دعوه من شركه فيوليا، يمكن تعرفها شركه فيوليا الفرنسيه، شركه نمبر 1 بالعالم. انا رحت دربت كوادر هناك، كوادر فرنسيه ومصريه. المهم في مصر ياخذ حوالي 60-65 يوم، بالعراق 40 يوم. اجواء العراقيه ملائمه لعمليات انتاج الكومبوست الرطب. هذا يعني تايم وايز مثل ما نقول. هذا واحد. نفس المخلفات العضويه انا انتج منها غاز الميثان وحولت الى وقود مطابخ استخدمها بالمطبخ، ومصوره فيلم فيديو بهذا الخصوص. هاي المركبات العضويه اللي تشكل 49 الى 53-52%، بمعنى 10,000 طن من طلعه بغداد، 5,000 طن مركبات عضويه. هذه رايحه لموقع تمر، ما بيها لم طلع منها غاز ولا مستفاد من عدها ولا مسوي كومبوست. البلاستيك مجددا انا كل اللي اقوله مسؤول عنه. انا البلاستيك حولته لثلاث اشياء، اللي هي بطاله المي، هاي قلاصات المي، وايضا بصوره فيديو حولت الى وقود غاز وصلب نسميه RDF Refused Derived Fuel، واخذت بيه سيرتيفيكت من وزاره النفط انه هذا وقود غازي ووقود سائل. اثنين حولت الى بلت اقراص تدخل ضمن صناعه الاكواب. ثلاثه تحول الى مواد تنضاف الى الشتايجر، اللي مو الشتايجر مالت التارتان، ماكل ارضيات ايش يسموها مالت ملاعب التنس وكذا. اربعه يتحول الى خيوط يدخل في حياكه الحصران. هذا سويته في مصر. في مصر تحول البي اي تي هذا البولي اثيلين الى خيوط رفيعه وينغزل ويفنج يصير له ويتحول الى حصير. هاي الحصران اللي نفرشها بالصيف. هاي البلاستيك. نيجي الى قناني عبوات البيبسي والسوفت درينك ذني. هذني كلها غنيه بالالمنيوم. هذني تعاد وتسبك تصهر ويؤخذ الخبث من عتها من الاعلى، خبث الاكسيد الالمنيوم اللي يكون لماع وراق، ويأخذ الماده القاتمه اللي هو الالمنيوم حر. صبه في سبائك او صبه في قوالب معينه وتعيد استخدامه في منطقه عندنا شو اسمها بالسباع، منطقه السباع. هذا جانب. الزجاج هذا يعاد طحنه، يتحول الى مثل الطحين ويخلط مع مواد البناء يصير عازل صوتي، عازل يطلع طابوق. وانا اشتغلت عليه انتجت ثلاث انواع من البلوك، عفوا مو طابوق، بلوك عازل صوتي وعازل حراري بوجود دقائقيه. يعني احنا ما فوتنا شيء. ما انا قلت بهذا الكلام في هيروشيما، يعني على الاقل المدن اليابانيه شفتها في المطار، يقول زيرو ويست. الورق والكرتون هذا يتحول الى عجينه من جديد، يوضع فيه قدر كبير، يعني خلينا نقول قدر صناعي مع مي، ويعجن ويعني ميكسينج يصير له، ويرجع الى عجينه ورق بيبر بلب، يدخل في صناعه الورق مجددا، ويدخل في صناعه الكرتون المقوى، باكو صناديق البياض، صناديق يعني صناديق النقل اللي ننقلها الباكينج. وهذا اي معمل استثمار يمكن يفرز هذا المواد حاليا في الوقت الحالي. اذا انا اسوي بالعراق بحكم السهوله، اذا تسمح لي انا ما كملت الاليه المنهجيه. الان مثلا الورق حكينا، الزجاج، البيبسي، هاي السوفت درينك، البلاستيك، مثلا الخشب، اثاث مستهلك، اثاث مكسر، هذا كله يطحن يحول الى حلفات، حلفه مبرده، حلفات مال المبردات، حشوات للمعامل الاثاث. لذلك يعني ان شاء الله قامه تطول، ان شاء الله صاحب القرار يسمع هذا اللقاء المبارك. يعني انا اعترض على اي شخص يقول لي انا طلع عندي هذا ويست واستخدمته. اقول له الابروتش مالتك غير صحيح. فبالنتيجه المتبقي حقيقه احكي لك بصراحه، ال 10,000 طن اذا اعدنا، انا ما اقول انتاج طاقه، انتاج طاقه غير سيناريو، هذا غير تراك، غير 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 طريق. اذا بالتدوير ثق بالله ال 10,000 طن اللي يبقى منها اش ما يتجاوز 300 الى 400 طن. هذا اللي يروح يومين، لازم يروح يومين الى موقع التمر.
على ضوء خصائص النفايات يعرف استاذ كريم احنا على مطلع هاي العام اذا ندخل بالتفاصيل يمكن اكثر لا لا موجوده التفاصيل استاذ يسر لا لا انا اقول يعرف يا استاذ كريم يعني عملنا سوا في هذا الموضوع في هذا المجال يعني من 2004 وتقدر تقدر تطلع على ثلاث اربع دراسات انا مشتغل بها يعني انا وصلنا 20 سنه تخيل دكتور وانسكلي 20 سنه العراق ينتج ما يعادل يمكن 20 الى 10 مليون طن يعني اليوم عندنا مو لا يدري شنو المشكله لا تسمح لي اهمال هذا المفروض حتى تسمح لي اضيف جهات رقابيه تحقق لازم اضافه أهمال. جدا مهمه الان الاخوان الافاضل في امانه بغداد يردون يروحون الى موقع تمر جديد راح يضطر شو يسوي يشتري اراضي استملاكات صح ولا لا ياخذ اراضي حره ما بها شيء تتحول الى اراضي ملوثه يعني هل من المنطق التربه هي مورد مثل المي مثل النفط مثل مورد هي زين انا هل من المنطق راح اشتري لي فد 200 دونم حتى اسوي خليه واحده اربع سلات فد سيل واحده 200 دونم فد قول 400 في 400 متر السيل حقيقه الاستاذ حيدر في هذا الجانب يعني دراسات تشير الى ان العراق يفقد يوميا 2 دونم من الاراضي لاغراض التمر يومياً هاي مشكلة يعني إيه هذا يومياً إذا على عموم العراق أنا ما أفتهم صاحب إيه القرار إذا على عموم العراق يعني باعتبار كمية النفايات يعني اسمح لي بس نحكي أرقام الخلية يعرف أستاذ كريم الستاندرد نشتغلها 400 متر في 400 صح ولا لا نعم. خلية مربعة وتنزل بزاوية معينة إلى 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 حوالي 20 متر إلى الأسفل زين 400 في 400 دائما اكثر المواقع طبعا انا اشتغلت تصاميم اربع خلايا صح او ماكسيمم 6 خلايا هذه تحتاج قد استملاك اراضي حره ما بها شيء نظيفه ممكن استثمار زراعي نعم والاستاذ الاستاذ كريم يعني اضاف كلش مهمه قال احنا نفقد يومين 2.5 دونم على مستوى العراق خاص خسرانين زين انا ليش اخسر هذا المورد التربه احولها تربه ملوثه بها ليتشيف راشح اللي هو السائل اللي ينتج من النفايات بسبب تحلل البكتيريا التحلل العضوي ينتج غازات ناس معرضه للامراض يعني هاي كلها باكج وحده طبعا هاي الاراضي اذا تم تطور بعد ما ممكن استثمار زراعي اكيد لا طبعا لا تخسرها بعد انتهى هذه في دول العالم يعرف استاذ كريم تحول الى ملاعب جولف باركات شلون الزوراء مناطق خضراء ولكنه ما تقدر تنشا عليها بنايات ستل من يصير بها تهطل راس يصير بها هطول حتى لو انت مسوي كومباكشن وراس للتربه وكذا معرضه للستلمنت او ديفرنشال ستلمنت الهطول التفاضلي الاخوان المسلمين يعرفون هذا الشيء فجزئيه اخيره انا اعترض على اي شخص يقول لي انا جيت هذا الايتم ما قدرت اطلع من النفايات انا قلت لك بتجاربي البسيطه وعلى مصورها فيديو على مستوى يعني على مستوى جهد شخصي جهد شخصي وبالمناسبه هذه المشاريع اللي انا ذكرتها فازت والسيد رئيس جامعه بغداد ايضا اشاد بها ويعني تحولت الى بعضها الى 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 منظومات استثماريه على نطاق جامعه يعني تدرس انتاجها وايضا اشتركت بها بالمعرض الخاص بالوزاره وكانت من ايضا يعني شيء اخر حولت بقايا الطعام الى علف اسماك خلاص هسه احنا اذا نفوت بعمليه الاستثمار راح يمكن نرد يعني طبعا انا ما اريد اشغل الرساله لازم توصل انه خلاص انه هذا صار هدر حقيقي للثروه. استاذ كريم يمكن الدور الاكثر راح يروح للامانه. نعم يعني اذا ما عندك تعليق على الموضوع. لا هو حقيقه ايد الدكتور حيدر في كل ما قاله بهذا الجانب بس احب ان اضيف احنا ايضا في امانه بغداد لدينا مشروع باكن شو اسمه للاسف صارت بنا بعض انواع التلكات اللي هو احد مشاريع تدوير النفايات وخاصه انتاج الكمبوست اللي هو السماد العضوي وايضا يعني احنا تنسير بهذا الاتجاه خاصه بس احب ان اشير الى نقطه مهمه اللي نعاني بها واللي تمثل لنا تحدي في امانه بغداد واللي تطرق لها الدكتور حيدر اللي هي اعاده النظر بالمحددات البيئيه حقيقه وزاره البيئه لا تزال تعمل بقوانين لا تتماشى مع التقدم والتطور التكنولوجي في مجال معالجة النفايات وهذا الموضوع إذا ما يتطور نعم وهذا الموضوع حقيقة أدى إلى حرمان أمانة بغداد من إنجاز العديد من المشاريع إحنا لدينا أراضي داخل حدود التصميم الأساس ومستعدين أن ننشئ بها
المشاريع البيئية، وتقدمت لنا أيضا عروض من شركات مختصة وتعهدوا بأنه الانبعاثات اللي تنتج من هذه المشاريع مطابقة للمحددات الوطنية والمحددات العالمية مثل ما يعني تفضل. نعرف يعني نعم. هو لا يرحم لا يخلى رحمة الله نعم. تنزل إيه لا هو, هو نفس هذا نعم الموظف في وزارة البيئة محددات ونفسه راح يعاني من حقيقة من ملف المفايات وعرقها. نعم. لا أستاذ كريم يعني أنا إذا 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 جبت شركات تعطي مطلقات ضمن المعايير وحتى كانت تاخذ حدود التصميم الاساس ما دام مطلقاتها صديقه للبيئه ما مؤثره على صحه الانسان ما مؤثره على البيئه ما بها اي فايوليشن ليش ما تعطي موافقات؟ يعني ليش ارجع اروح علامات استفهام كثير اطلق لازم انا خارج بغداد 70 كيلو متر واستملك اراضي جديده هسه حضرتك قلت وانا يعني اثني على كلامك اشيد على يدك انت قلت احنا الان عندنا مشاريع داخل حدود التصميم الاساس صحيح؟ نعم. الآن هذه المشاريع إذا ضمنت نعم ما بها موافقة إذا ضمنت ضمنت أنه مطلقاتها ضمن المواصفات البيئية أجيب أبو البيئة تعال اقعد افحص إذا شفت فايوليشن على المحددات اغلق يعني سؤال أبو البيئة عايف هاي الدخان يومي دي أبو البيئة بس أنا ردحت هذا الدخان اليوم دي يحترق بس أبو البيئة يقول لك أني معرض الى المساءله بموجب القوانين القوانين يعني الحاليه هو يتكلم لي بالقانون نعم العربي وهذا يشوف كلام حرام يوميا يجاوب يقول هو يتفهم انه اكو تطور تكنولوجي اكو تقدم تقني مطابق لكل المحددات البيئيه العالميه احنا ما نشتغل يعني خارج ال انا واضح واضح بس هو هو بالعقل استاذ كريم بالعقل يعني هذا موظف البيئه بغض النظر من وزير لحد اخر موظف نعم. يعني موظف البيئه يقول لك انا محكوم بالقانون والتلوث على عاصمه بغداد مثلا نعم نعم بده يشوف التلوث والدخان يوميا ويحاسب على انه خارج او داخل انا بدي اعرف هذا ملف الحرق اللي هو يمكن حكينا به قبل الحلقه موضوع حرق النفايات اللي هو انا ما اريد اتهم به الامانه وكل الناس تعرف انه ما يعرف بالنباش هذول شنو حلهم يعني هذا الحرق اللي يسبب يوميا انا اعرف حتى يمكن تعرضوا القوات الامنيه حتى تعرضوا للضرب من قبل دول النباشه وكو قوات امنيه بين الفتره والثانيه تلقى القبض عليهم وحتى يصير بهم مداهمات بس لحد الان هو مصر على الحرق نعم. والشغله الثانيه هذا اللي يقال وهذا ليس انه يتم تهريب حتى هاي الصناديق والنفايات خارج العراق وهالشيء والله كمعلومات ما عندنا بس هم النباشه اكيد عندهم اسواق اللي تصريف اللي المواد اللي يقومون بفرزها وجمعها يمثلون حاليا تحدي كبير لعمل أمانة بغداد خاصة عمليات الحرق اللي يصير وما يتسبب عنها من آثار بيئية صاروا رجال أعمال نعم تلقى سيارة حديثة واقف سيارة حديثة حقيقة وعدة جيش من العاملين نعم. ودي عامل بيهم نعم الحل الأمثل هو التوجه نحو المشاريع البيئية اللي تكون في مناطق يعني محددة ومسيطر عليها تكون منشآت محمية وإلها إدارة ممكن أن تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية حاليا يعني احنا بصراحة خاصة اللي هو في مواقع التمر اللي يصير بعض الحالات من ضمن الحرق وتتنعمل ولكن بصراحة ما قاعد نوصل الى حل نهائي باعتبار مثل ما تفضلت هؤلاء اصبحوا شبه عصابات ومن الصعوبة السيطرة على الموقع فالحل الامثل هو المشاريع البيئيه اللي بعيده ما عن هؤلاء بيها دخول أو ما بيها دخول وايضا النفايات تكون داخل حيز مغلق ما ممكن الوصول اليه انا اروح لبغة الارقام نعم انت اكو مناطق يمكن توصلها خدمه الامان بس المناطق نعم. اللي ما توصل يمكن تعاقدتوا على شركات او شيء حقيقه نعم هو فيما يخص الأعمال جمع النفايات حاليا هي تدار من قبل المؤسسات التابعة لأمانة بغداد وأيضا لدينا تجربة بإحالة الملف جمع ونقل النفايات إلى القطاع الخاص وحاليا هناك نية بإعادة هذه التجربة على دوائر معينة في أمانة بغداد بحقيقة بسبب الضائقة المالية أو التخصيصات المالية المحدودة اللي صارت خلال الفترة ما كان هناك توسع في إحالة ملف جمع النفايات إلى القطاع الخاص رغم أنه التجربة حقيقة أعطت نتائج إيجابية وحاليا نعم لدينا نية في إعادة هذه التجربة على مناطق محددة بس هذا على مستوى نفايات المواطنين نعم. اللي خلينا نعم. نعرف هذا اليوم إيه. زين انا بدي اعرف على النفايات على مستوى الصناعي تعرف انه عندنا معامل نعم. ومصانع قطاع حكومي وخاص ايضا عندهم نعم. مخلفات صناعيه خطره جدا يمكن مو بس مخالفه للبيئه هذا شو اسمه هذا بدمار نعم. للبيئه نعم. اكو الامانه عندها
خطة واستراتيجية أو مراقبة لهذه المعامل المصانع على مستوى أمانة بغداد وعلى مستوى محافظات؟ حقيقة كمخلفات أمانة صناعية. بغداد المعنية به هي المخلفات البلدية ومخلفات المواطنين، أما المخلفات الصناعية واللي إحنا نعاني منها هاي يجب أن تدار من قبل وزارة الصناعة أو وزارة العلوم والتكنولوجيا. كذلك حتى النفايات الطبية، النفايات الطبية يجب أن تعالج من قبل مؤسسات وزارة الصحة. لدينا إحنا بالتعاون مع هذه المؤسسات وشعب البيئة اللي في الدوائر البلدية أيضا تقوم بجولات تفتيشية، لأن أحيانا تحصل خلط نفايات طبية مع النفايات الاحتيادية البلدية، وهذا حقيقة غير مسموح به لأنه إحنا يعني مختصين. نعم سجلنا، وهناك صار تعاون الحقيقة من قبل المؤسسات الصحية. إحنا لدينا اتصالات متبادلة مع المديرية العامة للصحة العامة في وزارة الصحة اللي هي أيضا تتفاعل معنا وتوجه المؤسسات الصحية. داخل المستشفيات وداخل نعم. أكو محرقة. نعم محرقة موجود محرقة. إحنا نعم هناك محرقة، لكن لا أكو محارق نظامية، لكن ليس كل المؤسسات الصحية تحتوي على المحارق النظامية. احنا بصراحة بدنا نفرض عليهم انه ارسال هذه المخلفات الطبية كونها ذات خصوصية وما تشكله من خطورة الى المحارق الطبية فقط. اما هالمحارق الطبية يعني مستوفية للضوابط البيئة وما مستوفية، هذا حقيقة من اختصاص وزارة البيئة. دكتور حديث شارك نعم. مسجل ملاحظات على مشتغل على هذا الملف من 2009 موضوع مسألة المحارق الطبية. لا يعني انا كنت ضد تشغيل محارق في المؤسسات الطبيه. نص المناطق قصدك هي مو بس بالاضافه، لانه هناك سبيسيفيكيشن مواصفات خاصه للمحرقه الطبيه. المحرقه اللي استخدمها في معمل هي ليست مشابهه للمحرقه اللي استخدمها في اداره النفايات الطبيه. محارق النفايات الطبيه تكون دبل تشامبر مو تشامبر واحد، تصعد درجه الحراره لازم على اقل تقدير 1400 درجه مئويه، بينما تشامبر واحد تصعد حوالي 900 درجه مئويه، غير كافي على القضاء على اكثر الدايوكسينات. تدري حضرتك الابر وابر وكذا نعم. زين، فتم استبدال. انا بس حتى انت ما دام بديت حضرتك بالسؤال الاخير، لان اريد ارجع على مساله النباشه، لان تم استبداله بمنظومات الشريدنج اوتوكليف، وهي منظومات حديثه، وانا يعني كنت احد الاشخاص الاستشاريين اللي اشرت بفقدتها على السيد الوزير جلب هذه المنظومات. مو حرق وانما عمليه ضغط حراره وبخار وتعقيم، وتحول هذه الى نفايه بلديه. نعم. فبالتالي يسمح للسيارات او البلدات باخذها تحول الى فليكس. شلون هذا الكورن فليكس؟ تضع كل المواد الطبيه، الابر، الفيالات، الملابس الملوثه مالت الاطباء او الصداري او حتى البطانيات مالت المرضى، الامراض المعديه، توضع في منظومه تسلط عليها الضغط حوالي 4 الى 5 بار، تصل درجه حراره 139 درجه مئويه لمده نصف 35 دقيقه، وتطحن، تحول الى فلكس، شيله بيدك. نعم. غير فلكس غير ملوث ناشف غير جاف ممكن هذا يوضع في سياره كابسه اجلكم الله، لان تحولت يعني هي العمليه اسمها ديتوكسيفيكيشن، ازاله السميه، صارت حاله نفايات البقيه العضويه. نعم. مساله النباشه استاذ ياسر، في كل دول العالم كنا نسميهم سكافنجرز بالانجليزي، السكافنجرز موجودين، ولكن عندنا احنا ماخذهم. نعم. النباشه في المانيا يسحى يشيل تلفزيون من التلفزيون، يشيل كيبورد مال حاسبه، يشيل شاشه شافها بال وما يعيق عمله. ما يعيق بالضبط. احنا هنا عندنا النباشه مدمرين، يجي يحرق الاطارات، يولد دايوكسينات بالاجواء، يلوث الاجواء حتى يطلع السيم، يحرق وايرات المولدات، مرات وايد نشوف سرقات وايرات مولدات وكذا، يعني يحرق حتى يطلع النحاس. الحل مثل ما تفضل الاستاذ، وايضا بالماستر بلان 2004 احنا ذاكرين الحل، انه ذول ينظم عالمهم تحت مظله. يعني هو النباش ده يسوي، يجي ياخذ يعني هاي كتله الوايرات يحرقها، وعنده مقاول قايل انا اشتري مثلا منك الكيلو ب 1000 دينار فرضا. الان اذا صارت حوكمة للموضوع، انه هذه المنظومة انا عندي معمل توليد طاقة بالنفايات او تدوير، اقول لهم يا للنباشة جيبوا لي هذه الاطارات او جيبوا لي هاي بدون ما تحرك، بدون ما تحركها بس جيب لي اياها. فبالتالي راح يستفاد هو، يعني راح اشتري منه، انا راح احافظ على البيئة، وانا اولد الكهرباء. فبالتالي ثلاث عناصر، ثلاث مراحل مستفيدة استغنيت عنها. وانما شنو صار؟ نظمت عملها تحت مظلة. هذا جانب.
الجانب الآخر مسألة النباش اللي أثرت جنابك الكريم، مسألة المخلفات الطبية حقيقة من أكثر المخلفات تأثيرا حتى على العاملين. تدري هذا نيدل مرات يطلع من التشيس، يعني نيدل ملوث وقد يكون تعرف اكو امراض مزمنة. لا لا مو بس الامراض المزمنة، بس الامراض المزمنة قد تروح، احنا مشكلتنا المعدية هذه تؤدي الى باثوجينيك بكتيريا. فمع الاسف مع الاسف احكيها بصراحة، ومن انا شاهد عيان انه بعض الدوائر البلدية او بعض المستشفيات الاهلية خصوصا يتفقوا ويا ابو الكابسة، مثلا المحرقة ما تعاطلة او الشريدنج كيف اوتوكليف ما تعاطلة، تعال كما هي اخذوا ماك مثلا، يعني سوري للكلمة بس خايف 10,000 فيشيلها ابو النفاية. تحكي بصراحة احنا في هذا البرنامج نريد نضع، يعني احنا ما جايين، انا خصوصا انا ما اجامل، احنا جايين بهذا البرنامج نضع نقاط على الحروف لو غير شيء. فبالتالي تفضل بي استاذ كريم انه الجهات الرقابية يجب ان تكون دائما على مدار الساعة، مو كل شهر اتذكر مره اروح مستشفى اكس او مستشفى واي، على مدار الساعه اكو جهد رقابي، لان عمليه توريد النفايات الطبيه مستمره، يعني مو تنقطع يوم وتجي يوم. عمل تاكد من عمل منظومات شريدنج اوتوكليف، او تاكد منه مثل ما تفضل استاذنا استاذ كريم انه هذه المحارق طبيه وليس محارق اعتياديه، لان هواي من المستشفيات هذه يجيب المحرقه الاعتياديه اللي ارخص، فبالتالي حتى يقول اوكي يعني عندي هاي محرقه اكشفوا يعني عليها كذا، شو المتطلبات في سبيل حصول الاجازه حتى ياخذ الاجازه. ولكن هذه يجب بها مواصفه فنيه، بها دبل تشامبر تصعد درجه حراره مو اقل 60 درجه مئويه، الغازات الطالعه من الستاك يجب ان تكون فقط بخار مي. انا يعني شنو ابن النفيس هواي شكاوى انه يحرق النفايات، والاهل المنطقه النفيس كل منطقه بساعه عنده سياره بيوت واشتكوا وكذا زين، وبعدين حولوا الحرق، قال احنا نحرق بالليل، انه مش بالليل بعد اكثر يعني يصير. فالقصد يجب ان تكون المساله تنظر لها كحلقه متكامله، لا نجتزئ منها حلقه ونقول اوكي البساط اخضر. استاذ كريم بسبب ضيق الوقت بس بدقيقه واحده اذا عندك تعليق. نعم بس أنا أريد أشير إلى عملية حاكمة وأساسية في تحقيق النظافة، وهو تعاون المواطنين مع الأجهزة التابعة لأمانة بغداد. حقيقة اللي نلاحظه حاليا أنه المواطن حر في طرح النفايات كيف ما يشاء وفي أي وقت، هذه الحقيقة العملية تؤدي إلى تبحثر الجهد العامل من قبل أمانة بغداد، ومثل ما تطرق دكتور حيدر في مدينة هيروشيما احنا حقيقة دخلنا نوع من المعايشة في هذه المدينة على عملية جمع النفايات، لاحظنا بأن هناك جداول معينة أوقات. وليس أوقات معينة وليس هناك عملية كيفية، بالعكس احنا قارنا نفسنا بالجهد اللي نأديه أكثر من أكبر كريم تطوها استثمار نخصر بفلوس والله ما تلقى واقف طابور على تسلم النفايات خذها مني بالضبط، هو هذا من ضمن الامور ان شاء الله اللي راح تتحقق، والمواطن حيصير بها جذب وتعاون من قبل المواطنين. استاذ اذا تسمح لي يعني تفضل استاذ كريم جدا دقيق، مقدار الجهد اللي تقوم به امانه بغداد كبير جدا، جهد راح يروح نعم بس اسمح لي مشكله وين؟ يعني هذه جزئيه مهمه، جزئيه انه المواطن يعني في اغلب المدن هناك اوقات معينه، اليوم مثلا تيجي سياره تاخذ النفايات العضويه بالضبط، فانا عندي حاوله النفايات العضويه جلك الله، او غدا يوم الاثنين او الثلاثاء تيجي سياره النفايات البلاستيكيه. صح عندنا هاي الثقافه نحتاجها يعني وقت لتذيب. لا بس انا هي واضحه، هي متطلبات جهد امانه بغداد كبير، ولكن هذا الجهد الكبير مدى يخرج معطيات أحسن ملموسه، ماكو المعطيات اللي ممكن والا الجهد هذا اضعاف مضاعفه في اغلب مدن العالم. استاذ ايسر هناك بعض نقاط الجمع تطرح تجمع من عندها النفايات 5 أو 7 مرات يوميا، وخاصه صحيح. في المناطق التجاريه في منطقه الشورجه حقيقي. نعم. المواطن من يشوف يعني ماكو دوله تجمع 5 مرات من منطقه معينه باليوم جدا، المواطن من راح يشوف اكو استثمار امثل النفو وما دا يشوف اكو نتيجه للاستثمار. نعم. من راح يشوف اكو معمل تدوير نفايات؟ نعم. من راح يشوف اكو تدوير نفايات تنتج بها نعم. طاقه مثل ما تفضل بشرح جميل جدا لدكتور حيدر. نعم. فسر نعم. الاستثمار امثل النفايات. صدقني انا من راح يشوف المواطن هذا الاستثمار بالتاكيد نعم. هو راح يثق في نفسه بنفسه، او راح تعطيه استثمار وراح يصير بمبالغ نعم. ثق واعتقد راح يصير هذه النفايات بثروه ثانيه. انا بسبب ضيق الوقت يسمح لي نختم وياك استاذ كريم اذا عندك اضافه نصف دقيقه تفضل. حتى تكون ملف اداره النفايات وانا مسؤول عن هالكلام ناجح، يجب ان لا نغرد خارج السرب، يجب ان نتبع الاليات الناجحه في الدول. اي سيرفيس
اي خدمه تقدم الى المواطن يجب تعطى للبرايفت سيكتور، لانه هذا يعني انا اشيل عبء عن كاهل المواطن. يعني الان امانه بغداد شهريا ايش قد موازنتكم، ايش كم مليار لبغداد فقط اجور رفع النفايات؟ هذه المساله اشيل عبها من الامانه، اشيل عبها من الموازنه، استثمارها ثانيه اعطيها استثمار والكل مستفيده، البيئه مستفيده والمواطن والمواد الطالعه من اعاده التدوير، واسوي تصدير اعاده تصدير لها. حقيقه شكرا. الحلول واضحه جدا وبسيطه جدا. وما اعتقد اكو دوله بقت يعني بقت تفكر بهذا التفكير، يجب ان تكون هناك حلول واقعيه، يحتاج فقط القرار. الامل واضح ان شاء الله بحكومه السيد السوداني بان تاخذ على محمل الجد هذا الملف الكبير جدا ولا يستهان به، ملف ذا ثروه كبيره جدا اذا ما استثمر بشكل صحيح. الشكر موصول للاستاذ كريم عذاب معاون مدير عام دائره المخلفات الصلبه والبيئه في امر بغداد. شكرا جزيلا. الشكر موصول لدكتور حيدر خبير في الطاقه والبيئه. وشكر موصول لكم سادة المشاهدين، حتى نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى ذاك الوقت في أمان الله.